الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن بقية قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن إن أول من صلب وخلف هو فرعون، أي أن فرعون هو الذي أول من صلب وخلف، يعني كان يقطع يد الرجل مع رجله العكس، يعني يقطع إيده اليمين مع رجله الشمال والعكس، لما هدد الصحراء لأنهم آمنوا بنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهددهم عدو الله فرعون أنه ليصلبنهم في جذوع النخل. وهذا من جبروت فرعون لعنة الله عليه، لأنهم آمنوا برب العالمين ولم لأنهم آمنوا بالله عز وجل ولم يأخذوا الإذن من عدو الله فرعون أن يؤمنوا. وهذا من جبروت فرعون أنهم رأوا الحق ورأوا أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس بساحر، لأن الساحر يرى العصا الذي ألقاها أو الحبل الذي ألقاه حبلا أو عصا، أما غير الساحر تسحر عينه ويراه ثعبانا أو حية، أما الساحر يراه كما ألقاه، يراه عصا. فلما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام رأوها حية بالفعل وثعبان كبير بالفعل، ما هواش عصا، ولذلك هم آمنوا على طول، هم آمنوا بالله عز وجل، علموا أن موسى ليس بساحر وأن ما في يده هذا هو من عند الله عز وجل، ولذلك آمنوا بالله تبارك وتعالى مباشرة ولم يترددوا، وقالوا لفرعون اقضي ما أنت قاد، إنما هي تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا ذنوبنا وما أكرهتنا عليه من السحر. أي علموا أن ما يفعله فرعون كله باطل، ولذلك آمنوا بالله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى في جذوع النخل أي على الجذع، قال ابن عباس: وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. وقول السحرة: إنا إلى ربنا منقلبون، أي قد تحققنا أن إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابه من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه اليوم، وما أكرهتنا من السحر أعظم من نكالك، فلنصبر اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. ولهذا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي عمنا يا الله بالصبر على دينك والثبات على الحق حتى نلقاك وتوفنا مسلمين. وهذا دليل أن الدين عند نبي الله موسى كان الإسلام وليست اليهودية، فنبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء بالإسلام، أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقالوا لفرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جعلنا الله وإياكم من أهل الدرجات العلى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكانوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخره شهداء بررة. قال الإمام ابن عباس رحمه الله وعبيد بن عمير وقتادة وابن جرير جريج:
كانوا في أوله النهار سحرة وفي آخره شهداء. يخبر تعالى عما تملأ عليه فرعون وملئه وما أضمروا لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضاء. وقالوا للملأ من قوم فرعون أي لفرعون: أتذر موسى وقومه، أي لتدعوهم ليفسدوا في الأرض، أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يا الله. العجيب، صار هؤلاء يشفقون على إفساد موسى وقومه. ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولهذا قالوا: ويزرك وآلهتك. قال بعضهم: ها هنا حاله، أي أتذر قومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك. وأقر ذلك أبي ابن كعب، وقد تركوك أن تعبد آلهتك، حكى ابن جرير. وقال آخرون: هي عاطفة، أي أتدعوهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتم عليه وعلى ترك آلهتكم. وأقر بعضهم آلهتك أي عبادتك. وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره. وعلى القارئ الأول: قال بعضهم: كان لفرعون آلهة يعبدها. قال الحسن البصري: كان لفرعون آلهة يعبدها في السر. وقال في رواية أخرى: كان له حنانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في قوله تعالى: ويازرك وآلهتك، وآلهته. فما زعم ابن عباس كان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها، فلذلك أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار. فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وهذا أمر ثاني بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رموه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عامل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أرادوا، أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكر من المساء لبني إسرائيل، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بالعافية وأن الدار ستصير لهم في قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهون والإذلال من قبل ما جئت به يا موسى ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أي وهذا تخضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعيم وزوال النقيم. يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سنة الجوع بسبب قلة الزرع ونقص من الثمرات. قال مجاهد وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء ابن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذا، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصيبهم سيئة أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، ألا إنما طائرهم عند الله.
قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: ألا إنما طائرهم عند الله، أي من قبل الله، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. الله عز وجل يخبر أن أرسل عليهم الطوفان. اختلفوا في معناها. فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزرع والثمار، وبها قال الضحاك ابن مزاحم. وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو كثرة الموت، وكذا قال عطاء. وقال مجاهد: الطوفان الماء الطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا ابن هشام الرفاعي، حدثنا يحيى ابن يمام، حدثنا المنهل ابن خليفة عن الحجاج عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموت. وهكذا. وقد قال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وأما الجراد فمعروف مشهور، وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفو قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. رواه الشافعي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. الحوت يعني أي نوع من أنواع السمك، والجراد اللي هو معروف بيبقى في الأراضي عند الفلاحين، يعني هو معروف، والكبد الكبدة يعني، والطحال برضو الطحال اللي بيبقى في المواشي والأغنام والماعز والكلام ده. رواه أبو القاسم عن سلمان قال: سأل رسول الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه، وإنما تركه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعفو كما عفت نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم أكل الضب وأذن فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الجراد ولكن ما حرمهوش. وكذلك الضب مش الدب، الضب ده في الجزيرة العربية أهل إخواننا في السعودية وأرض الحجاز كلها عارفينه، هو شبه التنين أو السحلية كده على كبير عايش هناك في الصحراء، هو ده الضب. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحبه بس ما حرمهوش، ما اكلهوش وما حرمهوش، يعني اللي عاوز ياكله ياكله، بس نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.